أعلنت صانعة سيارتها اليابانية تويوتا عن سيارتها الجديدة كلياً لاند كروزر 2016، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن سيارتها الجديدة لكسس LX 570 ولكسس GS 2016. وقد حصلت تويوتا لاند كروزر 2016 على واجهة أمامية ضخمة وجديدة تحتوي على صدام أمامي جديد ومصابيح بتصميم محدث وكذلك شبك أمامي محدث، بالإضافة إلى قطعة من الكروم تفصل بين مصابيح LED وكشافات ضباب مثبتة داخل الصدام الأمامي. وقد وصلت التحديثات على سيارة تويوتا لاند كروزر حتى إلى مقابض أبوابها، ومن الخلف حصلت على لمسات من الكروم التي تعكس هوية مقدمتها على تصميمها من الخلف الذي احتوى أيضا على مصابيح LED جديدة. أما داخل تويوتا لاند كروزر 2016 فحصلت على تعديلات كبيرة لتبدو أكثر تطورا وحداثة وفخامة، وقد تضمن التصميم جديد للكونسول الوسطي ومقود جديد للسيارة ولوحة عدادات مزودة بشاشة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى مساحات جديدة للتخزين بين المقاعد وشاشة للنظام الترفيهي المعلوماتي بقياس 9 إنش. وستمتلك تويوتا لاند كروزر 2016 محرك 8 سلندر سعة 4.6 لتر يولد قوة 304 حصان، أما المحرك الثاني فسيعمل على الديزل مع شاحن توربيني مزود سعة 4.5 لتر يولد قوة 268 حصان. وقد حصلت لاند كروزر على العديد من الأنظمة الحديثة التي تساعد السائق في القيادة وتحمي الركاب، ومن ضمنها نظام توقع الحوادث، نظام التنبيه من الخروج المسار، نظام التنبيه بالنقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، وغيرها من المواصفات. الأسعار حتى الآن لم تعلن عنها صانعة السيارات اليابانية، لكن ربما تكون بنفس الأسعار السابقة بزيادة تصل إلى 20,000 ريال سعودي. ولا تنسى الاشتراك معنا في قناة المربع نت ليصلك كل جديد في عالم السيارات.